الاول نتعرف ببعض. دكتور خالد ابو الفضل، استاذ مساعد فيسيولوجي. خلاص، اول محاضره واول مره تشوفوني، غالبا كلكم اول مره تشوفوني. خلاص، علشان اول مره نتعامل مع بعض في حاجتين بحب دايما اول محاضره اتكلم فيهم. اول حاجه شويه نصائح صغيره كده، بعد كده نظام محاضرتي وبعدين اشرح. انتوا لسه سنه اولى صح؟ لسه في البداية، عاملين زي الايه، الطين الصلصال السهل تشكيله. ممكن تتشكل تبقى حاجة كويسة، وممكن تتشكل تبقى حاجة سيئة. خلاص، فواجبي ان انا انصحكم لانكم في بداية الطريق. يا جماعة، انتوا اي واحد او واحدة فينا دخلت الكلية بعد ما جابت مجموع كويس، انها حاجة اسمها امتياز، صح؟ يعني ما فيش حد فيكم احسن من حد. اي واحد او اي واحده فيكم ممكن تبقى الاولى على الدفعه. اي واحد او واحده فيكم ممكن تبقى مشروع دكتور عبقري، بغض النظر عن اتعامل في جامعه ولا غير جامعه. واي واحد او واحده فيكم ممكن تكون بذره كويسه، واي واحد او واحده فيكم ممكن تكون بذره سيئه، تبعا لايه؟ انا داخل الكليه حاطط في دماغي هدف، داخل الكليه عايز اتعلم، ولا داخل الكليه علشان اطبق الحاجات الخايبه اللي بنشوفها في التلفزيون. ده الدكتور ما جاش النهارده تعالى نقعد على الكافيتيريا، الدكتور ما جاش النهارده تعالى نخرج نتمشى. هي دي الجامعه؟ ها؟ فالله يرضى عنكم. احنا طلب المفروض، احنا الله يرحمه استاذنا، كان في استاذ عظيم الله يرحمه، كان الدكتور محمد شحاته، علمنا يعني ايه استاذ، علمنا يعني ايه دكتور، علمنا يعني ايه طالب، ازاي الطالب يحترم الاستاذ بتاعه، ازاي الاستاذ يبقى محترم عشان انا ابقى محترم. لو احترمتك انا محترم، لو ما احترمتكش احترامي لك واحترام لنفسي. علمنا ازاي الطالب يحترم الاستاذ، وازاي الاستاذ يحترم الطالب. فكان يقول لنا دايما لو انت مش كين على نفسك محدش هيبقى كين عليك. يعني بمعنى اخر، مش كين اللي هو بتاع المصارعه، لا، كين يعني انت حريص على نفسك. لو انت مش حريص على نفسك محدش عمره هيبقى حريص عليك. فنصيحة بسيطة يا جماعة، أول حاجة دايما بقولها أخلص النية لله. أنا جاي النهاردة المحاضرة، جاي الكلية، ده وقت من عمري هيضيع. إحنا كلنا عد صباحنا النهاردة الصبح، خرجنا من بيتنا جينا، في 24 ساعة من عمرنا كلنا قلت من عمرنا كلنا. اللي عمره هيبقى 60 سنة بقى 60 سنة إلا يوم، اللي 100 سنة 100 سنة إلا يوم، صح ولا لأ؟ فكل ثانية في حياتك هتتحاسب عليها. يبقى أول حاجة أخلص النية لله. أنا جاي الكلية يبقى عايز أتعلم. حضرت محاضرة عايز أتعلم وأستفيد وأسأل. حضرت تي بي إل عايز أتعلم. حضرت فليد، حضرت براكتيكال، حضرت أي شيء عايز أتعلم. مهما تكون سمعت الحاجة ألف مرة قبل كده. أنا واحد من الناس بشرح الموضوع مرة واثنين وعشرة وعشرين، وكل ما بحضره وكأني بقراه أول مرة. وأحاول لو أنا هشرح يومين ورا بعض نفس المحاضرة تلاقيني بضيف عليه. فعود نفسك دايما تكون أبديتد. أخلص النية أول حاجة بقولها. لأن إحنا دخلنا الكلية محدش ضامن عمره يعيش يوم. محدش ضامن عمره يعيش لحد ما نتخرج من الكليه، بس هتتحاسب. كل لحظه في حياتك هتتحاسب عليها. انا جيت النهارده اهوت قعدت ساعه، هل اتعلمت حاجه ولا ضيعت وقت؟ هل اتعلمت حاجه ولا قعدت اهزر وانكش في زميلتي ولا في زميلي؟ يبقى اول حاجه اخلاص النيه. تاني حاجه تحطها في دماغك، اوعى حد يبعدك عن هدفك. لازم تحط لنفسك تارجت، لازم تحط لنفسك هدف. الكلام ده بقول لكم كلكم في مقام ولادي، وكلكم بلا استثناء ولد او بنت عزيز عليا جدا. لو واحد او واحده فيكم بس بقت دكتوره كويسه، يا سلام. لو كل دفعه دكتور او دكتوره بس يشار لها بالبنان، يا ايه المشكله. احنا عندنا في مصر الاعلام اللي نعرفهم كام واحد؟ يعني لما تيجي تقول لي مثلا في جراحه القلب والصدر بتشاور على واحد، صح ولا لا؟ لو كل دفعة طلع منها واحد بس انسان محترم وكويس، يا احنا نبقى احسن ناس في الدنيا،
صح ولا لا؟ وبالتالي انا بقول لك ايه، والله العظيم انا لو دخلت المدرج وطالب بس واحد بس اللي حضر المحاضره هشرح له وكاني بشرح ل 1000 طالب، لان هتحاسب عليه قدام ربنا. فعشان كده بقول اي واحد او واحده فيكم تحط في دماغها انها عايزه تبقى احسن واحد في الدنيا، احسن واحده في الدنيا، احسن الناس اللي بتسمعوا عنهم ما مش يفرق عنكم حاجه. يعني ما فيش واحد له مخين وانتوا لكم مخ، فيش واحد له اربع ترجل وانتوا لكم رجلين. فبالتالي اي حد فينا يا جماعه ممكن يكون نبغه، ممكن يكون انسان كويس جدا، لكن نخلص النيه. وضحت الصوره يا جماعه؟ حد يقول لك الطب صعب، كان معقدين بينجحوا بصعوبه، بالذات الناس النص كم ما يقولكش الكلام ده، ما يصعبلكش حاجه الا واحد بيته وحش. اما واحد يقول لك هتعلم ازاي ده الحاجه دي صعبه، يبقى عايز يضحك عليك. دايما كان في دكتور من الدكاتره كان دخلنا في اول السنه وانا طالب في اولى طب زيكم كده قاعد، فكان يقول ايه؟ انتوا لسه في سنه اولى ولسه هتقدمكم ثانيه وثالثه ورابعه وسادسه، ويعقد الدنيا ويقول لك ايه؟ والله فكرهم اللي يحب يغير الكليه يغير من دلوقتي، بيعقد. بيني وبين نفسي كنت بقول له ايه؟ بيني وبين نفسي انا مش هرد عليه طبعا، ما يصحش. بيني وبين نفسي كنت بقول لنفسي ايه؟ زي ما انت عديت في الكليه وبقيت عدوها التدريس، انا ان شاء الله بيني وبين نفسي حط التحدي بينك وبين نفسك، ان شاء الله برضك هكون انسان كويس وان شاء الله برضك هبقى جاي تدريس. وده اللي حصل. انا مش بقول حكايات، ده بيحصل. ولذلك بقول ايه يا جماعه؟ الله يرضى عنكم، حط هدف في دماغك، ما تخليش حد يضحك عليك، ما حدش يحبطك، ما حدش ياخدك لسكه تانية. انت طالب وظيفتك دلوقتي تتعلم، وظيفتك تتعلم، مش وظيفتك تيجي تتقابل في الكافيتيريا وتهزر وتعمل والكلام الخايب ده، تقعد بين المدرجات اكتر ما تقعد في المدرج. وضحت الصوره يا جماعه؟ ده نصيحه لكم. خلاص النقطه اللي بعد كده، الله يكرمكم، ما تتكسفش انك تسال حاجه مش فاهمها. اسال، انا عندي جزئيه فيسيولوجي مش فاهم، اروح قسم الفسيولوجي، لقيت الدكتور سين صاد عين لام، اي دكتور قال له والله يا دكتور الحته دي انا مش فاهمها، اتقالت في المحاضره بس انا مش فاهمها، لو ممكن توضحها لي. بس لازم نبقى باسلوب مؤدب. حد احنا في المحاضره وحد وانا بتكلم حاجه مش واضحه معاه، مش هيرفع ايده ويقول لي والله الحته دي انا مش فاهمها. ما هو منطقيا كده المحاضره قد ايه علشان اسمعك واسمع ده واسمع ده؟ المنطق يقول ايه؟ انا في ايدي ورقه وقلم، اكتب السؤال بعد المحاضره اسال الدكتور. دي حاجه. تاني حاجه، اما عاوز اسال انا اسال عشان اتعلم، مش بختبر الدكتور، مش سامع لي كلمتين في اي حته واجي اسال الدكتور طب ولو حصل كذا يا دكتور يحصل ايه؟ يا حبيبي انت دلوقتي عندك كام سنه والدكتور اللي واقف قدامك ده عنده كام سنه؟ كل يوم بيعدي بيتعلم. يا جماعه احنا بنقول اللي يعرف اللي اكبر منك يوم يعرف اكتر منك سنه، صح ولا لا؟ فالله يكرمك، عايز تتعلم لازم تحترم اللي اكبر منك، تسال عن معلومه تسال بادب، وعايز تتعلم مش عايزك تنظر. وهعيد وازيد واكرر، كلكم مشاريع نوابغ في الطب، مش مجاملات. مهما تقابلوا من عراقيل ومهما تقابلوا من مشاكل، لازم يبقى عندك طموح انك تتغلب على المشكله. خلاص؟ ويا جماعه الله يرضى عنكم، كل ما تقابلك صعاب وانت تتغلب عليها تبقى قوي جدا. خلاص؟ ما تخليش حد يغتال حلمك، حط في دماغك هدف مهما يحصل حاول توصل له. مش هطول في النصايح، يا ريت نحاول نستفيد. انا لما بنصح دلوقتي بنصح ولادي. خلاص؟ كلكم عندي معزه واحده، ما اعرفش حد منكم، يعني مش ما بجاملش حد على حساب حد. ولو ابن عميد الكليه، لو ابن رئيس الجامعه، عندي زي ابن العامل بتاع الكليه لو هو زميلكم، الاثنين على دماغي من فوق. وضحت الصوره يا جماعه؟ فالله يرضى عنكم. ارجو ان احنا نستفاد النهارده، مش هكرر نصايحي دي تاني، بس هي من وانا معيد واخدها حمل على رقبتي. فأي مرة قابل دفعة جديدة أو أي محاضرة أدخلها جديدة لأول مرة الطلبة تشوفني بنصحها بنصيحتين لوجه الله، مش هكررها تاني. خلاص؟ طريقتي في المحاضرات
بمشي بنظام. ودايما بقول الطالب المنظم يا جماعه يبقى منظم في مذاكرته، منظم في حياته. تمسك الكمبيوتر بتاع الشخص وانت بتبص على سطح المكتب تعرف الشخص ده منظم ولا غير منظم، صح ولا لا؟ لو انا بذاكر وذاكرت بنظام هرتاح، هاجي اشرح المحاضره بنظام هرتاح، فانا ليا نظام في محاضراتي. اول سلايد هتلاقي التايتل، وهتلاقي وسائل الاتصال بتاعتي، هتلاقي الايميل ليا، موقع على اليوتيوب او قناه على اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل، على التليجرام سوق فيسيولوجي، على الويب سايت خالد فضل احلى منتدى دوت نت، لو كتبت في جوجل دكتور خالد ابو الفضل عربي ولا انجليزي ولا سوق فيسيولوجي حتى هتلاقي، على الفيسبوك سوق فيسيولوجي. فدي وسائل الاتصال. الهدف منها ايه؟ بحط شغل عليه. والله انا ما بجبرش حد يذاكر من اي كلمه انا بقولها، انا هحط لك حالا الاهداف، ذاكرها يا رب منين؟ من اي مصدر، محدش هيقول لك لا. وفي الاخر حاطط لك الريفرنس اللي ممكن ترجع له. وضحت الصوره؟ فده العنوان وسائل الاتصال، او ازاي الحاجه بقول عليها الريسورسز، المراجع بتاعتي ايه او وسائل الاتصال بينا ايه؟